اهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ اسيا واسبوع المعجنات لسه مستمر. الحلقه النهارده هنخصصها لحاجه رائعه جدا. كلنا بنحب الكريب، بس النهارده هنعمل كريب على الطريقه التركيه. يعني الكريب على الطريقه التركيه من اكل اللي بتباع في الشارع التركي بكثره، يعني يمكن السميط والبوكاتشا والحاجات اللي عملناها دي لا تقل شعبيه عن الكريب التركي. الكريب التركي هنحتاج للعجينه 400 جرام من الدقيق، هنحتاج تقريبا 3 معالق كبار من الزبده، هنحتاج سكر، هنحتاج خميره، وهنحتاج كمان كوبايه، يعني معلقه كبيره من الخميره وكوبايه من اللبن الدافئ او الحليب الدافئ مع رشه من الملح. بالنسبه للحشوه هنحتاج بهارات زي الكمون وزي البابريكا، وهنحتاج لحمه مفرومه، فلفل الوان مفروم، بقدونس، بصل، وجبنه مبشوره سواء ادام، جوده، فلامنك، موزاريلا، زي ما انتوا عايزين. الحشوه ما هيش مقتصره بس على اللحمه، ممكن نعمل حشوات مختلفه كتير. تعاملوا مع الكريب التركي كانه فطاير او فطير، ممكن تعملوه بالبسطرمة، ممكن تعملوه بالفراخ، ممكن تعملوه قرديح بخضار او اي حاجه متوفره في البيت. في الاول وفي الاخر هو نوع معجنات لذيذه جدا، الكل بيحبها او الكل هيحبها لو اول مره بياكلوها، لكن في نفس الوقت جميلة وبتخلصنا من حاجات كتير في التلاجة ممكن نستخدمها للحشو. طيب اول حاجة انا هبتدي احضر العجينة. عشان احضر العجينة هاخد الخميرة، دايما الخميرة بنبتدي بيها الاول مع السكر، بنضيف شوية لبن دافئ، ومفروض ان احنا نخليها تتفاعل قليلا قليلا، يعني 5 دقايق كده عشان تنجح معانا العجينة. بس انا ما بعملش الخطوة دي لانه ببقى محكومة بالوقت، لكن ضروري جدا نخليها تتفاعل على جنب على الاقل 3-4 دقايق كده، لحد ما الرغاوي الصغيرة دي اللي بتعني انه الخميرة ابتدت تتفاعل كويس. فانا هشتغل على طول، هضيف الدقيق، يعني قلنا 400 جرام يعني نص كيلو الا 100 جرام. تمام كده، وهضيف الملح. ابدا ما نحطش الخميره مع الملح على اساس انها يعني ما تبوظش التفاعل الكيميائي بتاع الخميره مع السكر واللبن او الخميره عموما عشان تنجح العجينه بتاعتنا. ونبتدي نشمر بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ونبتدي نعجن المزيج ده مع بعض. العجينة بتاعت الكريب التركي بتبقى حلوة قوي وناعمة زيها زي عجينة البيتزا، بس الفرق ان هي بتتعمل يعني رفيعة قوي وبتبقى ناعمة قوي 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 قوي. لو تلاحظوا الكريب الاوروبي والبانكيك بتبقى الخليط بتاعهم عبارة عن باتر، الباتر بتبقى عبارة عن خليط سايل بيتعمل في الخلاط، لكن الكريب التركي هو فطاير، يعني بتبقى فيه عجينة دو مش باتر، فده بيخلي الحاجة مختلفة تماما او الكونسبت مختلف. لكن الحلو فيه ان هو حاله حال المناقيش، بيتعمل على الصاج او على الطاسة بتاعت الكريب من غير اي مادة دهنية بيستوي، يعني لا بنحمره مثلا ولا بنخبزه في الفرن، وده الشيء اللي بيميزه بيخليه لذيذ جدا. مش عايزة احرق لكم المراحل، عايزاكم تعيشوا كل المراحل معانا في الوصفة تدريجيا، بس حبيت اقول لكم العجينة اللي بيخليها مختلفة عن أنواع الكريب التانيين. لو تلاحظوا أنا بنزل باللبن تدريجيا عشان مفاجأة الدقيق اللي كنا بنقول عليها، ساعات بنلاقي دقيق بيشرب كتير سوائل، ساعات بنلاقي دقيق ظروف التخزين بتاعته ما كانتش حلوة، فممكن يحصل مفاجآت. تمام، هوني من بين المفاجآت انه اللبن مش هيكفينا، فهنضطر نزود شوية مية دافية. ما تزودوش عن كوباية من اللبن، لانه لو زودنا اكتر من كده العجينة هتبقى ماشية في سكة تانية غير اللي انا عايزاه، فلما نحس ان هي محتاجة نزود شوية مية. احنا لسه بنقول فيها مفاجآت الدقيق دي على طول. تمام، وننزل تاني شوية، واحنا ماشيين هتبتدوا تحسوا انه العجينة
ابتدت تنعم تحتيك ومش عايزة عجينة يبقى ليها عرق. اهم حاجة ما يبقاش عندها عرق. حاولوا ان انتوا تكتروا المية بحيث انها تبقى تلزق في الايد، وبعد كده هنبتدي نعملها معاملة عجينة البيتزا. هنخرج الرطوبة منها زي ما بنعمل على طول في حلقات المعجنات. تمام، شوفوا دلوقتي هي بتلزق ازاي. العجينة الناجحة او نطمن ان هي نجحت لما تبتدي تنظف مكانها وتنظف ايدي معاها. اهو تمام كده. دايما بندعك بالحتة دي على اساس ان هي بتبقى اكتر حاجة قوية في الايد بتساعد على العجن. وبكده تكون العجينة طريت ونجحت ونظفت مكانها وكل حاجة. بنحطها في بولة وبنسيبها تخمر مدة تقريبا ساعة، ساعة ونص لحد ما يتضاعف الحجم بتاعها. انا محضرة واحدة. الواحدة اللي انا محضراها اهي بيبقى شكلها كده، يعني شفتوا لما بحط ايدي بحس ان العجينة بترجع حلوة قوي. طيب ايه اللي هعمله دلوقتي؟ هبتدي احضر الحشوة. الحشوة انا هجيب طاسة على النار، هاخد الطاسة دي. قلنا الحشوة دي حاجة اختياري، ما هيش محكومة يعني بالمكونات اللي انا مستخدماها. ممكن تستخدمي اي حاجة عندك. في الوقت اللي بتسخن او بيسخن الزيت على النار هغسل ايدي انا كويس. اول ما يسخن الزيت على النار هبتدي انزل بقى بالمكونات بتاعتي واحدة واحدة. طبعا اي حشوة او الحشوة المحببة للكل هي حشوة اللحمة المفرومة، وهي الاكثر مبيعا اصلا في الشارع التركي. فهنحط بقى ايه؟ البصل، هحط معاه الفلفل الالوان، وهحاول ادبل الخليط ده الاول. ما نزلتش باللحمة الاول على اساس ان اللحمة تفضل طرية معايا، مش عايزاها تنشف، عايزة فيها شوية سوائل او عايزاها تفضل طرية شوية على اساس ان لما ادخلها للصاج تكمل شوية السوى اللي فاضلين، لانها بتبقى جوة الحشوة فبتبقى مكتومة في البخار. لكن لو ابتديت بيها من الاول ده هيخلي الحشوة بتاعتي ناشفة قوي، وانا مش عايزة كده. طب وانا بدبل الخضار هجيب بقى البهارات. عندي شوية بابريكا او شطة حسب ما تحبوا، الناس اللي بتحب الطعم الحراق. عندي رشة من الكمون، رشة صغيرة بس. هحتاج فلفل اسود، دايما بفضل ان انا احط الفلفل الاسود حبوب على اساس ان النكهة العطرية بتاعت الحبوب بتنزل في الاكل حلوة قوي. وطبعا معلقة صغيرة من الملح بالشكل ده. بعد ما اديت التشويحة الصغيرة دي للخضروات او للخضار بتاعتي هروح واخد اللحمة دلوقتي ونزل بيها. اللحمة ابدا ما بنزل بيها في المرحلة دي قطعة واحدة، لانه في الاول انا بتكون معايا الحرارة شوية خفيفة، لكن دلوقتي الطاسة سخنة قوي والخضار سخنة، فلو نزلت بيها قطعة واحدة هتتحول لحبة واحدة. فبنزل دايما متفرق كده على مدار الطاسة، هي جوه الطاسة مش برا الطاسة. هنحاول نجيب شوية دول، نقولنا جوه الطاسة مش بره الطاسة. وهنزل كده وانا بفرول بهذا الشكل. وانا طبعا عاملة كمية، لكن ما تنسوش انه الحشوات احنا دايما بنلعب بالزيادات اللي في التلاجة. 100 جرام هنا، 150 هنا، 200 في الفريزر، شوية بفضلوا من المكرونة بالبشاميل، عملتي على الصاج فضل هنا شوية لحمة ما اتعملتش كده. يعني انا بعتبر الحشوات دي يعني الوسيلة للتنظيف في التلاجة والفريزر من كل الحاجات الزايدة. وهقلب كويس قوي
مش فاضل بقى غير اضيف البقدونس، دايما بخليه للاخر عشان الزيوت العطريه بتاعه الخضره تفضل بالشكل ده. واللهم صل على النبي، كده الحشوه جهزت. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نشتغل الكريب التركي بتاعنا. ما تروحوش بعيد، ما تغيروش القناه، خلونا هنا نكمل الوصفه مع بعض. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل في حلقه الكريب التركي. العجينه بعد ما خمرت خرجنا منها الهواء، هناخدها بقى ونبتدي نكورها بالشكل ده، كور صغيره اهو. الكور الصغيره دي هنفردها بقى ناعم قوي او رفيع قوي، على اساس ان الكريب بتاعنا يبقى رفيع. زي ما قلت الكريب ده ما هوش هنقليه مثلا او هندخله الفرن، او يعني هنسويه زي الكريب الفرنساوي بالظبط على صاج عادي، بس ده هيبقى مختلف. يعني التاني عجينه سايله او خليط سايل اللي هو باتر، لكن ده دو او عجينه سميكه يعني. طيب نبتدي نعمل الاول دول وبعدين نكمل الباقيين. كل حاجة هنعملها مع بعض، انتوا عارفين خلاص حفظتوا النظام في حلقات المعجنات، كل حاجة بتتم قدامكو، مفيش حاجة بتحصل ورا. ناخد بقى اهو ونبتدي نفرد العجينة رفيع قوي. ندي بس الاول نشابة دقيق. وعندي هنا طاسة الكريب بسخنها على النار على اساس انها تكون زي الصاج كده جاهزة على طول. شوفوا انا العجينة بعملها رفيعة على قد ما اقدر. عايزين بقى تعملوه صغير، عايزين تعملوه كبير، هما في تركيا بيعملوا زي ساندويتش كده بتبقى حجمها كبير، فاحنا هنشوف هيوصلوا لايه. ممكن تعملوه ميني كريب لو في مثلا حفلات، ممكن تعملوه على اشكال صغيره. فهاخد هنا شويه من الحشوه، الحشوه ضروري جدا تكون بردت عشان نقدر خلوها نحطها هنا عشان نقدر نحشي بيها. بالشكل ده هجيب شويه من الجبنه، خلوني اقرب من الجبنه، هجيب شويه من الجبنه بالشكل ده وارشها هنا، وهجيب العجينه بالراحه وهقفلها بالنشابه تاني على اساس ما تفتحش. لو لقيتوها هتفتح ممكن نستخدم شويه ميه زياده على اساس نقفلها بيها، انه ما تنسوش الدقيق ده هيعذبنا شويه مش هيخليها تقفل، فاحنا بنحط شوية مية كده على اساس انها تقفل ما تفتحش تاني. تمام كده اهو. وهجيب بقى القطاعة بتاعت البيتزا او المكرونة، هقطعها نص دايرة كده واخدها بالشكل ده بالراحة، احطها هنا ووطي النار. لازم نسويها على صاج بعد ما بنسخنه تبقى درجة حرارته واطية جدا. هحط العجينة هنا وابتدي اعمل واحدة تانية على العجينة. صدقوني الكريب ده من الحاجات يعني الواو قوي، حاجة كده زي خبز الصاج الشامي او المعجنات الشامية. سبحان الله كل بلد بيبقى عندها معجنات بتاعتها، واحنا الاسبوع ده الصراحة عملنا حاجات كتير من المطبخ التركي والارميني، عملنا كمان من امريكا اللاتينية، عملنا حاجات كتيرة قوي. تمام، هاخد بقى العجينة او الحشوة سوري واحط هنا. الكريب التركي بياخد تقريبا 3 دقايق من كل ناحيه، زي ما قلت على نار واطيه قوي عشان العجينه تلحق تستوي معانا. شويه جبنه، هجيب الفرشه تساعدني احسن بالميه، هاخد الميه واقفل الجناب بالشكل ده
اهو، وهقفل تاني المعجنة بتاعتي او الكريب بتاعي. اهو هجيب الرول او العجلة بتاعت البيتزا، هقطع بالشكل ده وهاخدها احطها بالراحة جنب اختها، ودول تاني بنعيد نعجنهم ونعملهم تاني واحنا ماشيين. هاخد سباتولا اشوف بقى التل الاولانية اللي احنا عملناها اخبرها ايه، هقلبها الناحية التانية. شفتوا بقى شكلها بيبقى عامل ازاي؟ دي النتيجة الهايلة للكريب بتاعي. خلينا نعمل كذا واحدة مع بعض عشان اللي لسه فاتح ولسه منضمنا. بنعمل النهاردة الكريب التركي، العجينة بتاعته سهلة قوي، قلنا فيها دقيق وسكر وخميرة ومية وزبدة، حالها حال كل المعجنات السهلة بتاعت البيت. بعد كده لما بنعجنها بنسيبها تخمر وتتضاعف حجمها، بعد كده بنبتدي نفردها زي ما انتوا شايفين، وبنحضر حشوة زي ما احنا عايزين. اهم حاجة ان احنا نفرد العجينة رفيع قوي، ممكن نعملها بالاحجام او الحجم اللي احنا عايزينه، ممكن الحجم ده ممكن ميني كريب زي ما انتوا عايزين، يعني مش قصة، اهم حاجة بس تكون رفيعة عشان نقدر، او عشان لما نيجي نسويها ما تبقاش معجنة معانا، تبقى عجينة مقرمشة وحلوة. تمام، هناخد المية دي. نسيت كمان اقول حاجة مهمة جدا، ضروري جدا انه الحشوة ما يبقاش فيها سوائل، لازم ننشفها كويس قوي على اساس ما تخرم لناش العجينة. الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت المية اللي حطيناها في الجناب، هادي اللي ابتدت بقى تنشف. هجيب العجلة واعمل بالشكل ده. شفتوا الموضوع لطيف جدا. هقلب دي على الناحية التانية اهي، هنشوف اخبار دي اهو. خلوني اجيب البلانشة دي اقدم عليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ده شكل الكريب بتاعنا الاولاني. هخلي دي هنا، المهم تكون النار واطية، لو خلينا النار عالية مش هتستوي حبة الكريب معانا. هجيب دي هنا على اساس ان احنا نعمل ثلاثة في الطاسة، اخر واحدة بقى عشان خلاص يبقى ملناش حجة ويبقى عملنا كل حاجة قدامكم. زي ما قلت الكريب ما هوش، او الكريب التركي ما هوش حاجة صعبة، بالعكس ممكن نعمله، ممكن يبقى عشوة لطيفة جدا، ممكن يبقى جزء من منيو عزومة، ممكن يكون حاجة كده لعصرية او قعدة شاي مع الصحاب تعمليها في السريع. العجينة دي الحلو فيها ان هي زي عجينة البيتزا، ممكن نعملها ونخمرها وندخلها الفريزر نخليها فيه، وبعد ساعة ما نحتاجها ممكن نطلعها ونسيبها في درجة حرارة الغرفة بمدة ساعة لحد ما ترجع تخمر تاني، ونستخدمها مرة تانية وتالتة ورابعة. اظن كده ملناش حجة بقى في المعجنات الاسبوع ده، يعني لفينا الدنيا كلها في المعجنات، ولسه يعني احنا تحت امركم في اي وقت، وهو ده الهدف. يعني انا عارفه ان اكتر حاجه بتحبها الست في المطبخ العربي هي المعجنات، فبحاول على قد ما اقدر ان انا البي كل طلباتكم واجيب لكم دايما كل حاجه جديده بما يخص المعجنات، سواء عجاين سواء مخبوزات سواء افكار جديده اشكال جديده حشوات جديده طرق تسويه جديده، كلها يعني بنبقى حريصين جدا في الاعداد ان احنا نعمل الحاجات دي مع بعض عشانكم، كمان بيسعدنا جدا تطبيقاتكم والحاجات دي كلها اللي بتوصل لنا. بنعرف انه الحمد لله اولا رسالتنا وصلت، واولا البرنامج يعني وصفاته مجربة ومضمونة، ودي حاجة بتبسطني انا شخصيا جدا وبتبسط الكرو بتاعي كمان. تمام، وهحط اخر واحدة وبتهيألي كده المعلومة وصلت. حلقة الكريب التركي النهاردة كانت مفصلة، قلنا فيها كل اللي يتقال، قلنا أسباب نجاح العجينة، قلنا إزاي يبقى قوامها في الآخر، قلنا كمان الحشوات اللي ممكن نستخدمها، وقلنا إزاي نسويها وأسرار تسويتها من غير ما يحصل أي مشاكل والعجينة تطلع مستوية. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، يا رب كل الوصفات دي تكونوا
جربتوها او هتجربوها، لو جربتوها ابعتوا لنا صور، نحب دايما نشوف التطبيقات، ونحب كمان نسمع رايكم وتعليقاتكم وكل حاجه عن الحلقه. اشوفكم الحلقه الجايه وافكار جديده. مطبخ اسيا نفس التردد، نفس القناه ونفس الميعاد.